إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، يقيد الله عز وجل في كل زمن وفي كل عصر من يقوم فيبين للناس الحق ويفضح الباطل، يكشف تحريف الجاهلين وانتحال المبطلين وتأويل الغالين. قال تعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. ومن الباطل الذي ينبغي بيانه ويجب كشفه ويجب فضحه باطل عظيم، نحلة جديدة ودين جديد يدعو إليه أهل الباطل في كل مكان، تولى كبره أهل الطغيان في كل مكان. هو دين جديد، هو نحلة ومنهج جديد، هو دين مكافحة الإرهاب. أحبتي في الله، أعيروني أسماعا واعية فإني أقذف نارا لا كلاما. أحبتي في الله، مكافحة الإرهاب شعار رنان يرفعه أهل الطغيان في كل مكان. عناوين بزور الشهد تبدو بها السم الزعاف لنا يعد، مزخرفة منمقة بورد عجوز جملت والخد جعد. وقد لبس الخرون ثياب ود وتحت ثيابه الخصم الألد، وأبدى الذئب إشراق ابتسام وفي كفيه أنياب وحد. قال الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. قال الله: ترهبون به عدو الله وعدوكم. فأعداء دين الله في كل مكان يرهبهم الإسلام، من أجل ذلك يكافحونه. قال تعالى: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. لأنتم أشد رهبة، أعداء دين الله تعالى يشعرون برهبة وخوف من دين الله تعالى، فيسمونه الإرهاب فيكافحونه ويحاربونه. هذه الحرب أحبتي بالله لها علامات ونواميس. هذا الدين الجديد أحبتي بالله، وهذه النحلة الجديدة لها علامات وسنن. من علامات هذا الدين الجديد ومن علامات هذا المنهج الجديد أنهم يدعون إليه بقوة الحديد والنار. إما أن تكونوا معنا أو أن تخرجوا من أرضنا، إما أن تسهموا معنا فيه أو أن نجردكم من الخيرات والبركات التي مننا بها عليكم، هكذا يقولون. إما أن تكونوا معنا فتكافح الإسلام تحت مسمى الإرهاب أو أن تخرجوا من أرضنا. وقال الذين كفروا لرسلهم: لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فأوحى إليهم ربك لنهلكن الظالمين. هي حرب ملزمة لا خيار للناس فيها، لا بد أن تنخرطوا فيها ولا بد
أن ندخل فيها تكافح الإسلام فنترك لهم السلطة، نترك لهم الخير الوفير، نترك لهم الكراسي والمناصب. إن لم تدخلوا معنا في هذه الحرب جردناكم من كل شيء، نخرجكم من أرضنا أو نعود في ملتنا. هذا هو المعنى الأول من معالم هذه الحرب، من معالم هذا النهج، ومن معالم هذه الحرب أحبتي في الله أنها حرب ينصب فيها سوق للمتنافسين من المريضة قلوبهم، ينصب فيها سوق فتسير لها نعاع المنافقين، يتصبب فيها نعاع المنافقين ويتصبب فيها عرقهم، فكل واحد يقرب قربانا، بعضهم يقرب سجن المسلمين، وبعضهم يقرب التضييق على المسلمين، وبعضهم يقرب دماء المسلمين. قال تعالى يخبرنا عن هذا التنافس العظيم يفضحه لنا رب العالمين، قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، المريضة قلوبهم يسارعون فيهم، يسارعون في أعداء دين الله، يسارعون في إرضائهم، يسارعون في تقديم القرابين لهم. هذه حرب يجتمع فيها أهل الكفر وأهل النفاق. قال تعالى إن الله جامع الكافرين والمنافقين في جهنم جميعا. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم. وقد سمعنا منذ أيام أحد هؤلاء المسارعين نعق ونهق بالبذى وهدى وتناول الصادقين بالأذى، نفخ شدقه ولوى ثم رمى وعلى. سأله أحد الصحفيين في فضائية عن أولئك الصادقين الذين خرجوا نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال نحن لم نتساهل معهم وإنما قتلنا منهم وسجنا منهم، يفتخر بقتل المسلمين ويفتخر بسجن المسلمين. والله تعالى يقول ومن يقتل المؤمن متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يفتخرون بقتل المسلمين. رأينا أحد أولئك المسارعين وقد وصف أحدهم لها الذين استهزأوا بالنبي قالهم أنجاس، فاستنكر ذلك وما رضيت أن يسموا بالأنجاس. والله عز وجل يقول إنما المشركون نجس. أين ذهبت عقول هؤلاء؟ أين ذهب دينهم؟ من فضل عليك.
فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. يقول الله عز وجل: فلما جاء السحرة قالوا لفرعون: أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. هكذا تنصب سوق يتنافس فيها أهل النفاق لإرضاء أهل الكفر. أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. إن سجلنا هؤلاء وإن تقربنا إليكم بدمائهم هل ستعطونا فرصة للبقاء؟ أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال: نعم وإنكم لمن المقربين. قال: نعم وإنكم لمن المقربين. فيا لك من آيات حق لو اهتدى بهن مريد الحق كنا هواديا. ولكن على تلك القلوب أكنة فليست وإن أصغت تجيب المناديا. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحبتي في الله، هي حرب ضروس تقام بين أهل الحق وأهل الباطل، والحق والباطل نقيضان لا يجتمعان مهما اتسعت الأرض. فلم تتسع الأرض لرجلين كان أحدهما يمثل الحق والآخر يمثل الباطل، ولم يكن على الأرض سواهما، وهما ابناء آدم عليه السلام. قتل أحدهما الآخر رغم سعة الأرض، كان بإمكان أحدهما أن ينفرد بقارة كاملة والآخر ينفرد بقارة أخرى، ولكن الحق والباطل لا يجتمعان. لا بد لأهل الباطل أن يحاربوا أهل الحق، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ومن علامات هذه الحرب الضروس أن أهلها يلبسون ثياب التقوى ويتظاهرون بالإسلام، وربما تسموا بأسماء الصالحين. قال تعالى: قال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فرعون الطاغية يقول لقومه: ما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وقال تعالى: وقال فرعون: ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. إني أخاف أن يبدل دينكم. فرعون يخشى على قومه من أن يبدل نبي الله موسى دينهم. نبي الله موسى سيأتيهم بالتطرف والتخلف والرجعية والظلمية والإرهاب، وفرعون يخاف عليهم. إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. سيظهر موسى في الأرض الفساد، كيف وهو يريد أن تغلق الغمارات، يريد أن تغلق دور الزنا، يريد أن يعبد الله وحده، يريد أن يتحاكم لشرعه وحده. إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. أحبتي في الله، هذا هو الثوب الذي يلبسه أهل الباطل في حربهم على الحق. هذا هو الثوب الذي يتجلب به أهل الباطل في حربهم على الحق. قال تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. يحاربون الله ورسوله، يعادون أصفياءه وأولياءه، يعادون الداعية
يقولون هذه ضروريات المرحلة ومقتضيات الظرف إن أرادنا إلا إحسانا وتوفيقا. وهذا هو شأن إيمانهم. إبليس ألم يقل؟ قال تعالى: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. إبليس جاء يقسم ويحلف أنه لمن الناصحين. أحبتي في الله، هي حرب ضروس حذر الله منها، وما زالت معالمها إلى اليوم وستظل إلى قيام الساعة. أحبتي في الله، ما حكم من انخرط في هذه الحرب ودخل فيها ولو برأيه ولو بشطر كلمة؟ قال تعالى: ومن يتوله منكم فإنه منهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. ومن يتوله منكم فإنه منهم. الذي يتولى هؤلاء ينتظمه حكمهم فيكون حكمه حكمهم. قال تعالى: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله: سنطيعكم في بعض الأمر، سنطيعكم في بعض الأمر. هؤلاء أطاعوه في دماء المسلمين، لم يقولوا سنطيعكم في دمائهم، سنطيعكم في أمرهم، سنطيعكم في دينهم، قالوا سنطيعكم في بعض الأمر. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله: سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ هذا هو جزاء الخزي لمن انخرط مع أعداء الدين تحت أي مسمى من الأسماء. فلتسمي نفسك ما شئت، واشتق لنفسك من الأسماء ما شئت من الإسلام أو من غيره. المهم الطريق الذي تسير عليه. هل أنت على الحق أم أنت على الباطل؟ فلينظر امرؤ حقيقة ما هو عليه، وليرقب حاله، وليرى الطريق الذي يسير فيه. فوالله لن ينفعك زعيم حركة أو قائد حزب إن أنت دخلت في طريق الهلكة وسرت في مسار الضلال. ليراجع امرؤ نفسه وليحاسب نفسه قبل أن يعرض على ربه، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم خذ بايدينا الى كل خير. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم خذ بايدينا الى الحق وباعد بيننا وبين الباطل. اللهم اجعلنا من اهل الحق ومن اهل الهدايه. اللهم اخز الظالمين، اللهم اخز الكافرين، اللهم دمر اعداء الدين، اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم انصر عبادك المجاهدين، اللهم انصرهم في افغانستان، اللهم انصرهم في الشيشان، اللهم انصرهم في العراق، اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم انصرهم في اليمن، اللهم انصرهم في سوريا، اللهم انصرهم فوق كل ارض وتحت كل سماء. اللهم وحد صفوفهم وثبت قلوبهم واجمع شملهم ووحد كلمتهم وارفع رايتهم وسدد رميهم وانصرهم على عدوهم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا. اللهم اغفر لنا ما مضى واحفظنا فيما تبقى. اللهم اهد عصاه المسلمين. اللهم راجع بهم الى دينك ردا جميلا. اللهم ردنا جميعا الى الاسلام ردا جميلا. اللهم اشف موطن المسلمين.
كل المسلمين. سبحان الله وبحمده، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.